هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي لوسيت تي في وبارتاج ماكس، اذا مباشره من ملعب جيفونتوس. وبالمناسبه كان عندنا لقاء مع الجاليه المغربيه في تورينو، يعني جميع المواعيد وخاصه الرجاء موضوع مهم. اذا كلمه الاخ علي. السلام عليكم، تحيه رجاويه خالصه من الديار الايطاليه. كنعتقد بان الوضعيه المزريه اللي كيعيشها الفريق ديال فريق الرجاء البيضاوي، المرض ديالها بالدرجه الاولى هي التطاحنات داخل المكاسب المسير التي عقبت على الفريق، وكذلك الانشقاقات داخل مؤسسه المنخرط التي اصبحت خاليه على عروشها، وبالاضافه الى الوعود والاوهام اللي تبعوا المسيرين للجماهير الرجاويه، حتى اصبح الفريق يعيش أزمات متتالية ومديونية لا مثيل لها. وكنعتقد إلى ما تضفرتش الجهود ديال الوجوه الرجاوية الخالصة اللي اعتدنا أننا كنشوفوها في كل مناسبة للحد من هذا النزيف الذي أصبح كيعيش في فريق الرجاء البيضاوي. فدار لقمان غتبقى على حالها ومتمنية الخالصة باش لكي تعود الرجاء إلى هيبتها وتوهجها، وشكرا. محمد بالفروقي، مقيم بمدينة تورينو في الديار الإيطالية، تحية رجوية خاصة لكم. فيما يخص الأزمة اللي كدوز لنا فريق الرجاء البيضاوي، فشادين هادشي اللي وصلت ليه الرجاء معمرة ما وصلت ليه في تاريخ ديالها، وهادشي نتاج ديال التراكمات والتطاحنات ديال المشاكل ديال المكاتب السابقة أو الحالية. ان هذا الشيء هذا راه مفتعل، حيت يستحيل ان واحد الظرفيه اللي جمعت فيها الرجاء 17 مليار في ظرف اسبوع كيقول لك راه ما بقاش حتى شي حاجه منها، يعني كيف يعقل؟ نتمنى الله سبحانه وتعالى يجي شي غيور، وحتى الناس ديال الكوميتي والجمهور، خاصه الجمهور، حيت جا واحد الجمهور من وراء 2013 من كاس العالم، صراحه راه ولا عيب على الرجاء البيضاوي. الجمهور اللي كيسير واحد كيدير باج فيسبوك ولا باج انستغرام، الجمهور اللي كيقدر واحد اسمح لي العباره كيسرحوا بلايف في الانستغرام او فيسبوك، ومع مع مع كيفاش نقولوا، يعني حشومه وعيب وعار انك تمشي تقول انا راجل بدات تسترزق على ظهر الرجاء باج فيسبوك باش دير لاتسنز ولا باش تدخل الفلوس. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يجي شي رئيس اللي يكون ولد الناس. ما بغيناش حنا شي واحد على قبل الشكاره ولا الفلوس، بغينا شي واحد اللي كيسير بالحكمه، لان الشكاره راه نهار غيمشي مول الشكاره راه اي فرقه غادي تريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ندوز كلمه الاخ رضوان. السلام عليكم، معكم رضوان مشغال من مدينه تورينو ايطاليا. في الحقيقه هادشي اللي كيمر منه فريق الرجاء البيضاوي حنا ملينا منه بزاف بلا قياس، وسيرتو هاد مصطلح الازمه اللي جا كيقول لنا هاد الازمه والفريق دخل اموال كثيره. فين مشاو هاد الاموال؟ الرئيس اللي كيجي كيقول لنا غندير المحاسبه، ما شفنا حتى شي محاسبه، ما كاين حتى شي واحد دار شي محاسبه. وحتى الجمهور ديال الرجاء انا كنحمل المسؤوليه، عنده واحد الجزء من هاد المشاكل هذه، لان التطاحنات بين الجمهور، كل واحد عنده مشكل مع اللاعب باغي يصيفطو، هذا عنده مع الحافظي، هذا عنده مع المتولي، هذا عنده مع هذا عنده، هادشي بزاف بلا قياس. هادشي بالسلوك كما قال الاخ بالفروقه، حتى هاد الباج لي باج فيسبوك اللي كل واحد لايف عاجل الرجاء فعلات الرجاء تركات لا جا، ولاو مشاكل بزاف. هادشي ما بقاش كيعجبنا وما بقاش كيشرف فريق الرجاء البيضاوي. حشومه الرجاء تكون بحالكم، الرجاء كبيره بزاف على هادشي. وحنا راه ديما مساندينا وديما مع فريق الرجاء البيضاوي في السراء وفي الضراء، ما عمرنا غادي نفارقوا، واخا ملينا من هادشي، ولكن راه الحب ديالنا هو اللي كيخلينا نهضروا ونقولوا هاد الهضره هادي. ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، سيرتو في نصف نهايه كاس العرش. نتمنوا على الله يتوفقوا، على الاقل نقضوا ماء الوجه ونفوزوا بكاس العرش باش نتاهلوا للاتحاد الافريقي ان شاء الله، وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لوسيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.